المقدسة على سفر نحمية الإصحاح الأول. العدد الأول نقرأ كل الإصحاح هو 11 عدد. كلام نحمية بن حكاليا حدث في شهر كسلو أو كانون الأول في السنة 20 بينما كنت في شوشن القصر، أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهودا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء، وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها إن كان المنفيون منكم في أقصاء السموات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة. يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل لأني كنت ساقيا للملك. أمين. مبارك اسم الرب ومبارك كلمته لنا في هذا المساء. تكلم اليوم عن حمل المسؤولية. احنا الأسبوع الماضي تكلمنا كلمة بعنوان ما هي الكنيسة، ما هي الكنيسة، وده نكمل في سلسلة الكنيسة. اليوم عنوان العظة ما هي متطلبات نمو الكنيسة، وأنا أريد أتكلم اليوم عن حمل المسؤولية ودورها في نمو أي كنيسة. اليوم إذا نظرنا إلى أي كنيسة ده تنمو، فلابد أن يكون هذا النمو سببه وجود أشخاص يتحملون المسؤولية، وكل كنيسة لا يوجد فيها أشخاص يتحملون المسؤولية راح نشوف أن هناك تراجع في نمو تلك الكنيسة. لهذا الكنيسة إذا تعتمد على واحد أو اثنين من الخدام وباقي الشعب من المتفرجين اللي يدفون فقط الكراسي راح تكون الكنيسة في حالة يرثى لها، لكن إذا الكنيسة أعطت المجال لكل واحد أن يكون عنده خدمة في جسد الرب، الكنيسة إيش راح يصير بيها؟ راح تنمو. تعرفون مع الأسف هناك فكرة خاطئة عند الكثيرين، وهذه الفكرة منقولة من العهد القديم، وهي أنه يوجد في الكنيسة رجال دين في كنائس يسموهم أكليروس ورجال عامة الشعب. رجال الدين هم اللي يلبسون ملابس من نوع معين سواء كانت سوداء أو بيضاء، وهؤلاء هم اللي يزوجون هم اللي يجنزون، وباقي الشعب شنو هم؟ من المتفرجين. وهذا الفكر هو اللي خرب معظم الكنائس، لأنه نشوف أنه 99% من الكنيسة هم ناس متفرجين لا يخدمون، مجرد يجلسون على الكراسي ويستمعون. لكن الكتاب المقدس في العهد الجديد يعلمنا أنه لا يوجد فرق بين أكليروس وعامة الشعب، لا
لكن كلنا كل مؤمن هو مدعو ليخدم الرب. صح هناك خدمات الله يعطيها. الله يقول الكتاب أقام في الكنيسة رسل وأنبياء ومبشرين ورعاة معلمين لبنيان الجسد المسيح. لكن لما الشخص يكون عنده موهبة في التعليم فخدمته أن يعلم، صح؟ لكن أيضا خدمته أن ينمي هذه الموهبة عند آخرين أيضا. إذا الشخص عنده موهبة الكرازة خدمته أن يكرز، لكن خدمته أيضا أن يعلم آخرين هذه الموهبة أيضا. لأن الخدمة مثل ما قلنا إذا كانت مقتصرة على بضعة أشخاص خدمتنا راح تكون فاشلة والكنيسة ما راح تنمو. لكن لما كل شخص في الكنيسة، كل شخص في الكنيسة يكون حامل مسؤوليته، كل شخص في الكنيسة لما يكون عارف دوره، الكنيسة هذه ايش راح يصير بيها؟ راح تنمو. الحادثة المذكورة في إنجيل لوقا صحيح الخامس لما الرب يسوع طلب من التلاميذ أن يلقوا شباكهم للصيد، يقول الكتاب لما ألقوا أمسكوا سمكا كثيرا جدا حتى صارت شباكهم شي يصير بها تتخرق. وعندئذ نادوا شركائهم في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم. وهكذا إذا نريد كنيستنا أنه تنمو لازم يكون هناك تعاون مع بعضنا البعض. من يقول آمين؟ حتى نخلي كل عضو في جسد المسيح يعرف دوره. المشكلة أنه مرات لما نقول أنه الكل لازم يخدم، الناس تفكر أنه الكل لازم يطلع على المنبر ويعلم، أو الناس تفكر أنه الكل لازم يكون على المنبر يرنم. لكن أكو خدمات كثيرة في الكنيسة، ولهذا مهم جدا أنه كل واحد يعرف دعوته في الخدمة ما هي. أمين؟ أحد الأشخاص اسمعوني، هذا الأشخاص قال الله يدعو من العالم أشخاص يستطيعون أن يقومون بعمل يستطيع أي إنسان أن يقوم به، حتى يكلفهم بعمل لا يستطيع أن يقوم به إلا هم. لهذا على كل مؤمن أن يسأل الرب، يا رب ماذا تريد من عندي أن أفعل؟ لأنه عند الله لكل واحد من عندنا، لكل واحد أشر عن نفسك، عند الله لكل واحد من عندنا دعوة وخدمة وعمل لا يستطيع أحد سواك أن يقوم به. أمين؟ لهذا لازم تطلب الرب حتى يعرفك شنو هي خدمتك، شنو دورك في الجسد، ما هي مسؤوليتك في الجسد، ما هو عملك في جسد المسيح. بالقراءة اللي قرأناها من سفر نحمية نريد نشوف كيف استطاع هذا الشخص أن يبني أسوار أورشليم، رغم أنه هو ما كان ساكن في أورشليم، هو كان مزبي لما سبي شعب إلى بابل، وبعدين لما جاء تحول إلى شوشن القصر في إيران صارت العاصمة أعتقد. ونشوف أنه هذا الشخص كان رغم أنه شخص في مركز ومقام عالي جدا، لكن نحمية لما سمع بأورشليم وأبوابها محروقة وسورها منهدم تحمل المسؤولية. وريد اليوم نشوف من حياة نحمية شنو هي النقاط المطلوبة من عندنا حتى نتحمل المسؤولية ونبني الكنيسة، أو شنو هي النقاط اللي تخلي كنيستنا تنمو. أمين؟ النقطة الأولى لتحمل المسؤولية، نحمية كان شخص شاعر بانتمائه إلى شعبه رغم أنه كان في مكان بعيد جدا. نحمية يقول الكتاب كنت ساقيا للملك، كان عايش في قصر الملك. لربما نحن نعتقد أنه كان ساقي الملك أنه يصب ماء على إيد الملك. لا، ساقي الملك ممكن يكون أكثر من أنه يعطيه ماء، لكن مسؤول عن راحة الملك، مسؤول عن رفاهية الملك وترفيه الملك. يعني نقدر نقول شخص
قريب جدا على الملك، شخص في مركز عالي جدا. وفي يوم من الأيام نحمية وصلته أخبار من أخوته أنه شعبه في أورشليم عايش في شر عظيم وعار. وبعدين سمع أنه أسوار أورشليم مهدومة وأبواب المدينة محروقة بالنار. نحمية كان بإمكانه يقول أنا عايش في قصر الملك، أنا بمنزلة وزير في قصر الملك، أنا شنو دخلي بشعبي؟ أنا شنو دخلي بشعبي؟ خلي الشعب يحصد نتيجة خطايا. كان ممكن يقول هذا بكل سهولة ويخلص من الموضوع، لكن نشوف أنه أول شيء عمله نحمية، قول الكتاب أنه جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. نشوف أنه أحشاء نحمية تحركت تجاه ألم وخطية الشعب، وهذه الأحشاء تمثل منه، تمثل حنان الله تجاه الشعب العايش في الخطية وفي العار. أمين. لاحظوا نحمية كان في مركز ومقام عالي جدا، كان كأنه مستشار الملك، وزير عند الملك، لكن نشوف أنه كان ما زال منتميا إلى شعبه. اليوم إذا أردت أنه أنت تكون شخص حامل للمسؤولية، من يريد يكون شخص يحمل المسؤولية؟ اليوم إذا كان عندك كأنه غيرة على الرب، إذا كان عندك حاس بالمسؤولية تجاه الكنيسة، وكان هدفك أنه بناء الكنيسة ونمو الكنيسة وامتداد ملكوت الله، لابد أن تشعر بانتمائك إلى شعبك، لابد أن تشعر بانتمائك إلى جسد المسيح. وهذا شيء مهم جدا. هذا يعني إذا أردت للكنيسة المحلية أن تنمو، لابد أن تشعر بانتمائك إلى جسد الرب المعين في المكان المعين. مرات أسأل ناس أنت إلى أي كنيسة تنتمي؟ يقول لي أنا أنتمي إلى كنيسة المسيح، أو أنا أروح كل الكنائس. أنا أروح كل الكنائس، أمين، روح كل الكنائس، لكن لابد أن تشعر بانتمائك إلى مكان معين حتى تتحمل المسؤولية. لأنه إذا أنت ما تنتمي إلى أي مكان، أنت ما راح تتحمل مسؤولية في أي مكان. هتروح كل مكان ضيف وتقعد على الكرسي وخلص، لكن إذا تشعر بانتمائك راح تتحمل المسؤولية وتمد إيدك وتشتغل. أمين؟ واضح؟ إذا النقطة الأولى لتحمل المسؤولية هو أنك لابد أن تشعر بانتمائك إلى جسد معين، تكون جزء من هذا الجسد، تتحمل مسؤوليتك، تكون كأنه عيون لهذا الجسد، تكون إيد لهذا الجسد، تكون رجل لهذا الجسد، تكون أذان لهذا الجسد، قلبك يتحرك تجاه هذا الجسد. النقطة الأولى لتحمل المسؤولية أنه نحمية كان عنده انتماء إلى شعبه. واليوم إذا أنت تريد تكون شخص تشارك في بناء الكنيسة، لازم تشعر بانتمائك إلى مكان معين. ثانيا، نحمية كان يسأل عن أخوته. النقطة الثانية لتحمل المسؤولية، نحمية كان شخص يسأل أسئلة، يسأل أسئلة. نحمية كان قلبه وبيته اللي كان في القصر كان مفتوح لأخوته. الواحد من عندنا هذه الأيام إذا كان موظف عادي وصار مدير عام، ترفع. تخيل نفسك موظف عادي تصير مدير عام. أتوقع أنه بعد ما تصير مدير عام تخلي 15 سكرتير إذا الناس تريد توصل لك، تخلي 15 واحد قبل ما تقدر الناس توصل لك. لكن نشكر الله، نحمية كان في قصر الملك لكن قلبه وبيته كان مفتوح لأخوته، كان يسأل هو عن أخوته. واليوم إذا نريد كنيستنا أن تنمو، لابد أن يكون في وسطنا ناس تسأل عن أخوتها. برادر أندرو قال هذه الكلمات، قال الله يخبر الإنسان الذي يسأل. بمعنى إذا ما عندك أسئلة،
الله ما رح يعطيك أجوبة. ما عندك سؤال، ما عندك سؤال، الله ما رح يعطيك جواب. نحمية كان يسأل أسئلة وأخذ الجواب. نحمية سأل يا رب ماذا تريد من عندي أن أفعل؟ أنا مستعد أن أعمل أي شيء. مهم تكون مستعد تعمل أي شيء الله يطلبه من عندك. الاستعداد للقيام بالعمل مهم جدا، لأنه إذا نحن مو راغبين، إذا نحن مو مستعدين لأن الله يستخدمنا، الله لن يستخدمنا. نحن مو راغبين، ماذا نريد؟ الله ما راح يجبرنا على شيء، لكن لما نكون راغبين، لما نكون مستعدين، لما نسأل الرب أسئلة. نحمية سأل وأخذ الجواب. يمكن تقول ما عندي رؤية، يعني ما أعرف الرب ايش يريد. واحدة من الطرق حتى يكون عندك رؤية اسأل أسئلة. واحدة من الطرق أن يكون عندك رؤية اسأل أسئلة، والأسئلة راح تولد شنو؟ تولد الرؤية. نحمية سأل الأسئلة، والأسئلة ايش كانت؟ شنو الأخبار؟ سؤال يعني يمكن نحن نسأله عادة، شنو الأخبار؟ شنو أخبار شعبنا؟ تعرفون ايش قالوا له؟ قالوا له بصراحة الأحوال تعبانة جدا، كانوا دا يختالون الرئيس. تعرفون إذا نريد الكنيسة أن تبنى، إذا نريد الكنيسة أن تنمو، إذا نريد الكنيسة أن تتقوى وأن تمتد، لابد من وجود أشخاص في وسطنا تسأل أسئلة. مو تسأل للنميمة. أكو ناس يسألون أسئلة فقط للنميمة. أكو ناس تريد تعرف أجوبة. ها صار فلان طب يم القسيس، ليش دخل يم القسيس؟ أكيد أكو مصيبة. أكيد أكو ناس تسأل أسئلة بس نميمة. لكن أنا أعتقد أنه الله يريدنا أن نسأل أسئلة، والله يريد البعض من عندنا عيون. ليش عيون؟ الله يريد البعض من عندنا كأنه أنا عندي عيون مفتوحة، أريد أشوف، والرب يريد يشوفني أنه فلان تعبان، فلان فشلان، فلان مريض، فلان محبط. الله يريد البعض من عندنا يكون عيون، والله يريد البعض من عندنا نشوف المتألم والمحتاج والمهموم والزعلان، ونجي أمام الرب ونسكب قلبنا بالصلاة. الله يريد البعض من عندنا أذان مفتوحة. الله يريد البعض من عندنا قلوب مفتوحة حتى نصلي ونتضرع من أجل إخوتنا. أمين. النقطة الثالثة لتحمل المسؤولية، النقطة الثالثة إذا أردنا للكنيسة أن تنمو، يجب أن نعرف أن هناك ثمن لازم ندفعه إذا أردنا الكنيسة أن تنمو. أمين. وجزء من هذا الثمن اللي لازم نعرف أنه لازم ندفعه هو أن نصلي. لاحظوا ماذا يقول في عدد 4: جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت. لو واحد من عندكم سمع الأخبار اغتيال الرئيس الساعة 5، الساعة 7 ما أعرف صار طيارات تطير، تعرفون هوني بكى وصلى وصام، لو نحن شو نسوي؟ بلش ألطم. أو لو إذا ما نحن اختصاص لطم، لو ما ألطم شو نسوي؟ أتذمر. نحمية لم يتصرف هكذا. أحبائي، ما أحوجنا في هذه الأيام إذا أردنا للكنيسة أن تنمو إلى ناس عند ركب ساجدة للصلاة، ناس تركع أمام الرب وتصلي من أجل شعبها. أمين. سؤالي لك، متى بكيت آخر مرة وانت تصلي؟ متى صمت آخر مرة؟ أريد أقول أكثر تحديد، مو بكيت على نفسك، مرات نحن نبكي على نفسنا، دخلي قليل ما أدري شنو، أو
لا ده تبكي من أجل احتياجات الآخرين. هل بكيت؟ هل عمرك بكيت وانت ده تصلي من أجل احتياجات الآخرين، من أجل احتياجات بلدك؟ في عدد 4 نحمية بكى، مو بس بكى، مو بس صلى، لكن الصلاة لها ثمن يجب أن تدفعه. وأنا أعتقد أنه يقول جلست وبكيت، أنا أعتقد جلس حتى يفكر، جلس حتى يحسب حساب النفقة، جلس حتى ممكن نقول حتى يخطط شو راح أسوي، فكر ويتأمل ويتشفع ويتضرع، وبعدين يحسب النفقة، شنو دوري أنا، شو أقدر أسوي؟ تعرفون في هذه الأيام نحن عاطفيين كثير. إذا هسه على المنبر قلتوا رح نطلع للخدمة الفلانية، منو يجي وياي؟ أتوقع كثيرين يلا هللويا رح نطلع. السؤال كم واحد رح نشوفه في نهاية اليوم؟ نكمل اليوم إذا قلت ريد نبني كنيسة 19,000 شخص، الكل راح يقول هللويا اشترينا قطعة أرض، راح نشتري اليمة وكذا. بس إذا قلنا راح نشتري كنيسة 19,000 شخص، منو يمد إيده بجيبه ويطلع أكبر عملة؟ عندك $100 طلع خليها، الكل راح يقول، راح يهز راسه، صح ولا لا؟ أكو مثل صيني، جماعة من الصين، أكو مثل صيني يقول البدايات كثيرة لكن النهايات قليلة. بدايات الكل ماراثون، نشوف ماراثون بالمشاركة يطلع 10,000 واحد مشارك، بالنهاية كم واحد اللي يخلص؟ 300 واحد. طبعا الله ما يريدنا نتحمس وقتيا، الله ما يريدنا نقول هللويا ومجدا وكذا، الله يريدك تجلس وتحسب النفقة. لاحظوا بناء الكنيسة يحتاج إلى نفقة، مو نفقة مادية، أنا حكيت وانطيتهم مثل مادي، بس بناء الكنيسة يحتاج، نمو الكنيسة يحتاج مو نفقة مادية فقط، لكن يحتاج إلى نفقة وقت، شقد تنطي من وقتك للكنيسة، يحتاج إلى نفقة احتمال الآلام والصعوبات والاضطهادات، يحتاج إلى نفقة تحمل المسؤوليات. من يقول أمين؟ تعرفون نحن نريد كنيسة كبيرة، لكن تعرفون أنه هناك نفقة، هناك أشياء يجب أن ندفعها، هناك عمل يجب أن نقوم بينه. البعض يريد كل شيء جاهز، ويا ويل إذا القسيس قال خلينا نشتغل، راح لا أنا ما جاي أتعب. كنت تعرفون بناء الكنيسة، بناء النفوس يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى السهر، يحتاج إلى جهد، يحتاج أن تعطي من وقتك، من راحتك، من صحتك لبناء النفوس. تعرفون ماكو شيء عظيم يتم من دون تضحية، ماكو شيء عظيم يتم. عملك في ملكوت الله لابد أن يكلفك شيء ما في كل حين، لازم يكلفك شيء ما في كل مرحلة، وكلما زادت التكلفة كلما زادت النتائج، كلما زادت التكلفة كلما زادت النتائج. لاحظوا بناء النفوس يحصل لما الناس يركعون ويصلون، بناء النفوس يحصل لما الناس يشتغلون ويتحملون المسؤولية. بعض المؤمنين يريدون كل شيء لكن ما يريدون يعملون أي شيء. بعض المؤمنين يريدون واحد يصلي لهم حتى يتحررون بكبسة زر، واحد يريد يروح من الشبيبة على قصفرات صلي لي حتى أتحرر من فلان شيء، بس من دون توبة.
مرات نحن نريد أشياء كبسة زر. مرة الشاب جاء إلى أحد الرعاة قال له قسيس صلي لي. قسيس قال له أصلي لك من أجل أي موضوع؟ قال له صلي لي حياتي الروحية ضعيفة. فالخادم سأله قال له تأخذ خلوتك كل يوم؟ قال له بصراحة ما عندي وقت، يعني ما يصير عندي وقت. قال له تقرأ الكتاب المقدس؟ قال له بصراحة هم ما عندي وقت. قال له تربح نفوس للرب؟ قال له بصراحة لا. صار لك كم سنة مؤمن؟ قال له صار لي 3 سنوات مؤمن. 3 سنوات ما عنده وقت يصلي، ما عنده وقت يقرأ الكتاب، ما ربح شخص للمسيح. قال له روح اقرأ الكتاب، روح صلي واربح نفوس للرب، راح اصلي لك حتى حياتك الروحية تنقلب رأسا على عقب. بس انت ما تريد تسوي ولا شيء، ولا تريد تتوب، ولا تريد حياتك تغير، وتريد صلي لي حتى امتلئ من الروح القدس، او صلي لي حتى اتقدس من دون توبة. ما راح يصير. نحميا لما سمع بأحوال أورشليم جلس وبكى، جلس وبكى وتحرك حتى يعمل فرق. واليوم السؤال لك، هل أنت تريد الله يعمل في حياتك؟ هل أنت تريد تتغير؟ وهل أنت تريد تكون تتحمل مسؤولية تشارك في بناء كنيسة الرب؟ احنا نريد نهضة، احنا نريد انتعاش، بس ما نتحرك. لكن تعرفون إذا جاء الانتعاش، إذا جت النهضة، ما رح يكون عندنا وقت ننام. أحكي لكم اختبار في ولاية فلوريدا قبل حوالي 25 سنة. صارت نهضة بكنيسة تنسيكولا، وصار عندهم نهضة الخدام والراعي، صار ما عندهم وقت ينامون. يعني أكثر شيء يقدرون ينامون 4 ساعات باليوم. ليش؟ الاجتماع شغال. نحن شو نريد؟ نحن نريد 4 ساعات. قسيس اريد اخذ بعد الغداء قيلوله 4 ساعات. تعرفون انا اعتقد انه واحده من الاسباب ليش الله مدى يعطينا انتعاش، انه نحن بعدنا ما مستعدين نتحمل المسؤوليه وندفع الثمن. نحن يجلس حتى يحسب النفقه. هذا يتطلب من عندي وقتي، هذا يتطلب من عندي مالي، هذا يتطلب من عندي راحتي، هذا يتطلب من عندي كل شيء. لاحظ لما جيت للرب هو أعطاك الكثير، صح لو لا؟ لكنه يريد من عندك الكثير لأنه أعطاك شيء عظيم. وأنا أريد من عندك اليوم أن تجلس وتحسب النفقة. مرة كان أكو خادم دي يخدم في أرمينيا، وفي أرمينيا الناس جوعانين وعطشانين للرب. يقول هذا الخادم أنه في يوم من الأيام الرب استخدم هذا الخادم، يقول دا صلي لأجل الناس، معجزتين حصلت في نفس اليوم. يقول من يومها ما عندي وقت أنام، ما عندي وقت. الساعة 2 بالليل نص الليل الناس تطلب من عندي تصحيني تعال صلي لي، الساعة 5 الفجر قوم صلي لأجل فلان. إذا نريد نهضة، إذا نريد انتعاش، لازم نكون مستعدين ندفع الثمن. هل نحن، سؤالي، هل نحن جاهزين؟ هل نحن جاهزين أن الرب يستخدمنا؟ يا كنيسة الرب، يا شبابنا، يا عجايزنا، يا شاباتنا، إذا نريد انتعاش لازم يكون هناك ثمن ندفعه، ثمن على الركب ونحن دا نصلي. ولما الرب يشوفنا دا ندفع الثمن. لما الرب يشوفنا أنه هو أولا في حياتنا، راح يقول هؤلاء نضجوا، هؤلاء يقدرون يتحملون المسؤولية. نحمية جلس وناح وصام وصلى. وأنا السؤال اليوم، هل أنت دتنوح؟ هل قلبك دينزف على الناس
البرة اللي رايحين على جهنم؟ هل أنت دا تنوح على حالة الكنيسة؟ خليني أقول لكم حالة الكنيسة بصراحة، بكل صراحة، حالة الكنيسة حالة تعبانة جدا، وحان الوقت أنه نستيقظ، حان الوقت أنه نتوب، حان الوقت أنه نرجع إلى تحمل المسؤولية بكل أمانة. ولما الله راح يشوف ناس أمناء في تحمل المسؤولية، عندها الله راح يقدر يأتمننا على عمله العظيم. أمين. لكن أيضا النقطة الرابعة في تحمل المسؤولية، النقطة الرابعة اللي ممكن تخلي الكنيسة تنمو، أنه نحميا كان عنده خطة عمل. نحميا مو بس صلى، صلاة واحدة حلوة، لكن صلاة وحدها لا تكفي، تحتاج إلى خطة عمل. نحميا جلس، ناح، صام، صلى، لكن نحميا حسب حساب النفقة، نحميا كان عنده خطة، هو خطط بدقة بناء السور. بعدين بعد ما خطط، بعد حسب حساب النفقة انه انا لازم اسوي كذا، انا لازم اسوي كذا، وبعدين بعدين خطط بدقة ايش لازم يسوي، وبعدين وزع الادوار على الجميع. هو عرف كيف يرتب الاولويات. نحميا كان لازم يبني كل شيء، يعني السور مع الابواب. كان لازم يخلص السور كله حتى الاعداء ما يدخلون، لازم يبني السور ويحصن الابواب، صح؟ لكن نشوف انه رغم انه سود كل دور دوره، رتب الاولويات، لكن لما رتب الاولويات بدا البناء من باب الظان، وباب الظان يرمز الى المسيح، يرمز الى التطهير من الخطيه. نحميا قال في الاصحاح الاول بالقراءه اللي قراناها، قال فاني انا وبيت ابي قد اخطانا، انا وبيت ابي قد اخطانا. سهل نقول شنو؟ اخطاتم، انتو اخطاتم، لا انتو. صعب شنو؟ صعب نقول اخطانا، انا وبيت ابي قد اخطانا. اذا اردنا للكنيسة ان تنمو، لازم نتوب، لازم نعترف بخطايانا، لازم نرجع عن طرقنا الردية. امين. هاي النقطة الاخيرة، اذا اردنا للكنيسة ان تنمو، يجب ان نتوب ونعترف بخطايانا ونرجع عن طرقنا الردية. اذا اردنا للكنيسة ان تنمو، لازم يكون عندنا خطة عمل. أنا إذا أسأل سؤال، أنا خلصته، إذا الرب غدا يعني مو بعيد، إذا يوم غد أنطانا 1000 شخص جديد، نقدر نعتني بهم؟ ما نقدر. شنو هي خطة عملنا؟ عندنا خطة كقادة، أنا دا أحكي للقادة بالكنيسة، عندنا خطة بالشبيبة، عندنا خطة بفرح السماء، عندنا خطة بالمدارس الأحد، عندنا خطة بالنساء. هل الرب ده يعطيكم خطط؟ تعرفون لما الزوجين يعرفون راح يستقبلون طفل، شي يسوون؟ خلون خطة. شي يسوون؟ نشتري تشربايا، ونشتري الدوشق، ونشتري الدولاب، ونشتري الملابس، ونحضر المعرف شنو والهدايا، ونحضر اسم الطفل، كله تخطيط، حتى يجي شنو؟ طفل واحد. السؤال، إذا الرب أعطانا أطفال روحيين كثار، عندنا خطة لاستقبالهم؟ تعرفون إذا ما عندنا خطة، هل هو هذا هو السبب أنه الله ما ينطينا أطفال روحيين كثير؟ لأنه إذا الله ينطينا أطفال روحيين كثير، ندبهم بالشارع مثل ما كثير ناس يجيب ويدب بالشارع، حفاي كذا، يقول لك. هو مرة كنت دا أحكي ويا واحد يشتغل عندي خلفه، قلت له أنت كل سنة تجيب واحد، كل سنة شون تربيهم؟ قال ما أنا ما ربي، الشارع يربي، الشارع يربي.
إذا نحن ما عدنا خطة، يمكن لهذا السبب الله مدى يعطينا أطفال روحيين كثار. نحميا كان عنده خطة، ولما الملك سأله ماذا تريد؟ قال أريد كذا وكذا وكذا. سؤالي لك، تعرف خطة الله لحياتك؟ خطة الله لحياتك، الله وضعك في هذا المكان، تؤمن أنه الله وضعك في هذا المكان، في هذا البلد لقصد، حتى تعرفه وبعدين حتى يستخدمك. الله وضعك لهدف معين. إذا ما تعرف أعرف الآن، الله ما ولدك ولادة ثانية حتى ياخذك رأسا يوديك للسماء، لكن الله خلصك، أعطاك حياة أبدية، لكن الله خلاك في هذا المكان لأنه عنده خطة لحياتك، وخطته لحياتك أنه يستخدمك لأجل هدف معين. تعرفون إذا كنيسة المسيح، إذا كنيسة المسيح كلها تحركت بالعالم، في العالم، إذا كل كنيسة المسيح طلعوا وتكلموا بالأخبار السارة، رح نوصل رسالة المسيح خلال بضع أسابيع لكل 7 مليار شخص بالعالم، ورح يجي المسيح. معظم المسيحيين يعرفون هذا نظرياً نعرفه، لكن ماذا يريد الله من عندهم أن يفعله؟ اليوم أنا أريدك تتأكد أنه الله له خطة لحياتك، وهو يريد أن يستخدمك. سؤالي، هل تقول له نعم؟ خلينا نقف مع بعض ونصلي. ما أعرف شنو الروح القدس كلمك، لكن إذا كنا نريد كنيسة نامية، هذا يتطلب أكثر من 1 أو 2 في الكنيسة يشتغلون ويتحملون المسؤولية. يا رب، أنا أصلي اليوم يا رب أنك أنت تقيم في هذه الكنيسة يا رب أشخاص يتحملون المسؤولية. صلي يا رب أنه كل شخص في هذه الكنيسة يا رب يعرف دعوته، كل شخص في هذه الكنيسة يعرف دوره. صلي أنه كل شخص في هذه الكنيسة يعرف مسؤوليته، مكانه. صلي أنه كل شخص في هذه الكنيسة يعرف انتمائه وين. صلي أن كل شخص في الكنيسة يشعر بانتمائه إلى جسد المسيح المعين في المكان المعين. يا رب، أنا أصلي أنه أنت تقيم في هذه الكنيسة أشخاص يسألون عن إخوتهم، يسألون عن الشخص اللي ما حاضر، يسألون عن الشخص التعبان، يسألون عن الشخص الزعلان، عن الشخص الفشلان، عن الشخص المريض، عن الشخص المحتاج. قيم أشخاص في هذه الكنيسة يسألون. أعطينا أنه نسأل عن بعضنا البعض، نهتم ببعضنا البعض، نآزر بعضنا البعض. صلي نقيم في هذه الكنيسة عيون مفتوحة وأذان مفتوحة وقلوب مفتوحة، أنه نصلي للناس ونجيبهم إلى محضرك يا رب، نتشفع من أجلهم يا رب. يا رب، أنا أصلي يا رب أنه هذا السؤال عن أخوتنا يولد الرؤية، أنه هذا السؤال يا رب يشوفنا وين الاحتياج، يشوفنا ما هو على قلبك يا رب. صلي يا رب أنه نحن شايفين احتياجات الناس، هذا اللي على قلبك، هذا اللي أنت مثقل بينه. لكن يا رب،
ذكرنا أنه نحن إيديك ورجليك في هذا العالم. يا رب أنا أصلي أنه لما أنت تهتم يا رب خلينا نهتم، واللي على قلبك خلينه على قلبنا. وأنا أصلي يا رب أنه تقيم أشخاص في هذه الكنيسة مستعدين يدفعون الثمن، مستعدين يحسبون حساب النفقة، مستعدين يا رب يسجدون على ركبهم للصلاة. أنا أصلي أنه تقيم من هذه الكنيسة أشخاص يجلسون ويبكون وينوحون ويصومون ويصلون، ويكونون مستعدين يقدمون وقتهم جهدهم فلوسهم حياتهم صحتهم لبناء الكنيسة، لبناء الملكوت، لامتداد ملكوت الله في بلدنا، أنه مشيئة الله تتمم في بلدنا. يا رب أنا أصلي يا رب أنه تقيم من هذه الكنيسة يا رب رسل أنبياء مبشرين رعاة ومعلمين. أصلي يا رب تقيم في هذه الكنيسة يا رب كارزين كثيرين يا رب لا يحب حياتهم حتى الموت، يشهدون عنك، يكرزون عنك نهارا وليلا في كل شارع في كل زقاق في كل منطقة في كل حي. أصلي أنه تعطينا خطة عمل يا رب، أعطينا أنه نعرف من وين نبدي، أعطينا أنه نرتب أولوياتنا الصح، أعطينا نرتب الأولويات الصح يا رب، أعطينا أنه نتقدس نتخصص نتكرس يا رب. يا رب أنا أصلي لهذه الكنيسة يا رب أنه تمتلأ من مخافة الله. أنا أصلي أنه هذه الكنيسة يا رب تتوب وتعترف بخطاياها وترجع عن طرقها الردية يا رب، لأنه أنت ما رح تستخدم يا رب إناء غير مقدس يا رب. ساعدنا يا رب، اليوم جايين نتوب، اليوم جايين نتوب، اليوم يا رب جايين يا رب نتقدس ونتخصص إلك من جديد يا رب. سمحنا على فتورنا، سمحنا على ابتعادنا، سمحنا يا رب على أعمالنا الردية، سمحنا يا رب فكرنا في أنفسنا ما فكرنا في الآخرين، ما فكرنا في الشعب الجوعان العطشان المريض المجروح المتألم اللي دينازع. يا رب ساعدنا، ساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب. أنا أصلي أنه هذه الكنيسة يا رب تجي يا رب على وقت نهضة وانتعاش يا رب، لما نكون جاهزين يا رب، جاهزين يا رب. خلي تثقل على قلوبنا يا رب، خلي ثقل على قلوبنا يا رب، نشوف الناس تتئن، الناس تتئن وتتمخض، الناس يا رب تتئن بحاجة إلى مخلص، الناس يا رب فقد الرجاء فقد الأمل. ونحن عدنا، نحن عدنا كأنه نحن عدنا المصل لهذا السرطان اللي دي يضرب الكل، وانت محتفظ بيه لنفسك، انت عايش أناني محتفظ بالمصل لنفسك، تقول أنا مخلص أنا رح أروح للسماء، بس ملايين حولك لا يعرفون يمينهم من يسارهم، عايشين في ظلمة هذا العالم. أحبائي، مرات أنظر للناس اللي في الكنيسة، أنظر للكنيسة هذه وأفشل، مرات أصاب باليأس وقل صار سنوات يسمعون ماذا يتغيرون، لكن تعرفون الرب قادر بنفخة، رب قادر أنه يحرك أصبعه، الكنيسة تنهض وتتغير. رب قادر أن يقول آمين لهذا، ما راح أيأس أبدا، رب قادر أن يغير كل شيء بنفخة. من يقول الرب قادر؟ من يقول ابدأ فيا يا رب، ابدأ فيا، اعمل فيا يا رب، اعمل فيا يا رب، تعال على كنيستك يا رب، تعال في نهضة، تعال يا رب انتعاش، تعال يا رب هبوب ريح عاصفة يا رب، تعال قدس، تعال خصص، تعال كرس، تعال يا رب اعمل في الأواني، تعال نقي الأواني، قدس الأواني، طهر الأواني. مد إيدك يا رب، مد إيدك،
مد إيدك، مد إيدك. أنا أصلي إنه هذه الكنيسة يا رب تكون كنيسة كارزة، كنيسة يا رب تذهب يمين ويسار وشمال وجنوب يا رب. أنا أصلي إنه هذه الكنيسة يا رب تعد فيها أبطال يا رب، تعد فيها يا رب كل بنيها يكونون تلاميذ يا رب. أنا أصلي إنه هذه الكنيسة يا رب تكون كنيسة تسبيحة يا رب يصل للسماء يا رب، إنه تسبيحة يا رب يا رب ينسجم مع تسبيح الملائكة في السماء يا رب. أنا أصلي إنه هذه الكنيسة يا رب علاقات فيها قوية، تحب بعضها البعض يا رب. أنا أصلي يا رب إنه نهتم ببعضنا البعض، نآزر بعضنا البعض، ندعم بعضنا البعض. هذه الكنيسة اللي على قلبك يا رب، هذه الكنيسة يا رب اللي أنا أحلم بها، هذه الكنيسة يا رب اللي أريدها تكون كنيسة الحياة الجديدة يا رب. أنا أصلي يا رب إنه يا رب تيجي يا رب عليها بغيرة جديدة يا رب، بنار جديدة للتطهير وللتقديس. أنا أصلي يا رب إنه تيجي عليها يا رب بملء الروح القدس يا رب. أنا أصلي نفخة الروح القدس تكون على هذا المكان في اسم يسوع. أنا أصلي إنه هذه الكنيسة تتغير، تكون فعلا نور ومنارة للعالم حولها، تكون ملح لهذه الأرض يا رب. أنا أصلي يا رب إنه هذه الكنيسة يا رب تكون نور كشاف للظلمة اللي حوالينا يا رب. زرنا زيارة خاصة اليوم يا رب، مكتوب هو ده ابتداء القضاء من بيت الله في رسالة بطرس يقول. ونحن نصلي يا رب انه يا رب انت يا رب تحاصرنا مرات يا رب حتى نتوب يا رب. انا اعرف انه الكلمة اليوم قوية يا رب، لكن انا اصلي يا رب انت قلت هو ده ابتداء القضاء من بيت الله يا رب. انت يا رب ما راح تقدر تعمل يا رب اذا ما راح تعمل اولا في الكنيسة. أنا أصلي يا رب أنه تنهض الأبطال في هذا المكان، أنه كل شخص في هذه الكنيسة يكون كالسهم مبري في يدك في اسم يسوع، 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 في اسم يسوع. صلي يا رب تقيم متشفعين، صلي يا رب تقيم ناس يقفون على الأسوار، صلي يا رب تقيم ناس يا رب لا يحب حياتهم حتى الموت. صلي إنه هذه الكنيسة تكون كنيسة الحياة الجديدة. أمين ثم أمين. كوير، يا كنيسة قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي. هاللويا. خلينا نقف مع بعض نختم. كنيسة قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي، ومع أفراحك تبتدي هو يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي وانهضي، ده إلهك حي وأبدي، ومع أفراحك تبتدي هو يسوع ملك الملوك. مجد عليك يورا، مجد عليك يورا، وين غطى الأرض ظلام. مجد عليك يورا، مجد عليك يورا، مجد عليك يورا، وين غطى الأرض ظلام. مجد عليك يورا. سوي سبحي عنك همومك اطرحي، المجروح دمع امسحي، عندي يسوع ملك الملوك. يا سوي سبحي عنك همومك اطرحي، المجروح دمع امسحي، عندي يسوع ملك الملوك. مجد عليك يورا، مجد عليك يورا، وين غطى الأرض ظلام. مجد عليك يورا، مجد عليك يورا، مجد عليك يورا، وين غطى الأرض ظلام. مجد عليك يورا.
يساوي ودوري على الخراف ونوري المجد جاي تحضري نجي يسوع ملك الملوك يلي ساومي ودوري على الخراف ونوري المجد جاي حضري نجي يسوع ملك الملوك مجدو عليك يورا مجدو عليك يورا وين غطى الأرض ظلام مجدو عليك يورا مجدو عليك يورا مجدو عليك يورا وين غطى الأرض ظلام مجدو عليك يورا أبواب جحيم أبواب جحيم مش رح توعي عليك الرب حي ساكن في وسطك وصور من نار مجدو من حواليك قومي ثاني هو يفرح بيك أبواب جحيم مش رح توعي عليك الرب حي ساكن في وسطك وصور من نار مجدو من حواليك ومستني هو يفرح بيك مجدو عليك يورا مجدو عليك يورا وين غطى الأرض ظلام مجدو عليك يورا مجدو عليك يورا نهتف نسبح اسمك ونغني مارين حبك هللويا مجدا لاسمك كل صوت نهتف نهتف نسبح اسمك ونغني مارين حبك هللويا مجدا لاسمك كل صوت ومساء لاي 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 صنعت يداك تراضى ما ملك تبارك اسمك القدير نفرح نفتخر بك ونغني فيما صنعت يداك تراضى ما ملك تبارك اسمك القدير لاي 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 نسكن في ديارك كل يوم نشبع من خيرك نرتوي دوما من حبك هللوا مجدا لك نسكن في ديارك كل يوم نشبع من خيرك نرتوي دوما من حبك هللوا مجدا لك لاي 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 آمين آمين يا رب أنا أصلي يا رب أنه تخرجنا من هذا المكان فرحانين
صلي تأثيرات الكلمة يا رب تبقى ويانا في البيت ونفكر فيها ونحسب حساب النفقة. ساعدنا نتقدس، نتخصص، نتوب، نرجع، ساعدنا نبدأ بداية جديدة معك يا رب. نريد نكون كنيسة كبيرة، نريد ملكوتك يأتي على بلدنا، نريد يا رب كنيسة في كل مدينة، في كل حي، في كل قضاء. يا رب أعطينا هذه الأحلام يا رب. خلينا نسألك أسئلة، أعطينا إجابات، والإجابات هي الرؤية يا رب. أنا أصلي يا رب أنه تعجلنا يا رب، تعجلنا بكلمتك يا رب، تخلي الكلمة يا رب تكون حية فينا يا رب، وحصرنا يا رب، حصرنا بالكلمة لغاية ما تعمل اختراق في حياتنا. صلي لأجل هذه الكنيسة أن تنهض، صلي هذه الكنيسة يا رب أن تقوم، صلي هذه الكنيسة يا رب أن تنتفض من سباتها، من قيلولتها يا رب، وتقوم وتنهض وتصنع أبطال يمتلكون يا رب هذه الأرض لك في اسم يسوع. كل شعب الرب يقول معي آمين ثم آمين. انتهى الاجتماع. رب معكم. سلموا على بعض. سلام المسيح. الأسبوع